ما أثرى المعلومات نجنيها من حلقات بليبي. مرحبا، أنا اسمي بليبي، كنت ألعب بصناديق الورق المقوى. انظروا كالعصفور. لدي مجموعة من صناديق الورق المقوى، ماذا سأفعل بها كلها؟ خطرت لي فكرة، لماذا لا نأخذ جميع هذه الصناديق ونحاول أن نصنع منها شيئا؟ سيكون هذا مسليا. مرحبا، كيف حالكم؟ الآن أحاول صنع مركبة فضائية من هذه الصناديق جميعاً. سأستعمل هذا المقص بلطف وحذر شديد، لأنني سأصنع هنا نافذة كبيرة. انظروا إليها، رائع. الآن صار في إمكاني الجلوس داخلها. ثم اكتشاف الفضاء الخارجي، متحمس جداً. حسناً، هيا لنكمل. والآن بعد أن صنعت هذه النافذة الكبيرة، إذن أستطيع رفع الصندوق هكذا. هو كان صندوقاً والآن صار مركبة. ما هذا الشكل؟ هذا شكل مربع، ولكن نحن نريد أن نجعل شكله مثلثاً. لذا سنستعمل المقص، ولكن بإشراف أهلنا أو إشراف أحد الراشدين. سنقصه بحذر شديد. انظروا، قصصت أحد الأطراف. حسناً، سأقص الطرف الآخر. هيا بنا. انظروا إليه، كان شكله مربعاً، لكن الآن صار شكله مثلثاً. نريد شريطاً لاصقاً للصقه وصنع مقدمة المركبة الفضائية. فلنجلب. سنمسك الطرف ونسحب قطعة كبيرة منه. والآن لنأخذ قصاصة. حسناً، هيا. ضعها هنا. أحب كثيراً صنع الأشياء من صناديق الورق المقوى. يمكنكم أن تصنعوا منها أشياء كثيرة. اليوم سنصنع هذه المركبة، وذات يوم سنصنع شاحنة ضخمة. في أحد الأيام صنعت دولفيناً. وحينها أسميت ذلك الدولفين. ماذا أسميته؟ أظن أنه دولفي. في بعض الأحيان يعلق الشريط اللاصق، لكن لا بأس، أصلحته. حسناً، والآن هيا نأخذ قصاصة لنلصق الطرف الآخر. واو، إنجاز جيد. أنا متحمس كثيراً للسفر إلى الفضاء الخارجي. هل شاهدتم النجوم في الليل من قبل؟ أجل، إنها مضيئة. والقمر، أنا أحب القمر. ألاحظتم أصدقائي أن القمر أحياناً يكون شكله بدراً؟ أجل، وأحياناً أخرى يكون نصف قمر، وأحياناً هلالاً. نعم، حسناً، هيا بنا لنضعه في هذا الاتجاه. والآن قد حان وقت تزيين مركبتنا الفضائية. أنا متحمس كثيراً، فهذا الجزء المفضل لدي. إذن الخطوة الأولى في مهمة التزيين هي وضع خطة. حسناً، سنبدأ. سنأخذ ورقة بيضاء، وبعدها أصدقائي لنرسم المركبة الفضائية. الخطوة الأولى أعزائي هي التخطيط، التخطيط لشكلها بعد التزيين. كيف نحب أن تبدو المركبة؟ بداية سنرسم هنا شبه منحرفاً على الورقة، ثم بعدها سنرسم هنا مستطيلاً كبيراً، إنه يمثل جسم المركبة. بعد ذلك نرسم مثلثاً، يمثل المثلث هذا مقدمة المركبة. وبلا ريب سنلون هذا الرسم بالألوان. أولاً سنستعمل البرتقالي. رائع، أحب البرتقالي. واللون التالي الأزرق. هيا لنلون بأجمل الألوان. لدي خطة لاستعمال
الورق المقوى في التزيين. والآن سأستعمل قلم التحديد الأسود هذا للإشارة إلى أن هذه الأوراق الملونة سأستعملها فيما بعد. والآن قد أنهيت التحديد. حسناً. أوه، ثمة كثير من النجوم، لذا سأرسم على المركبة هنا بعضاً من النجوم المضيئة هكذا. أجل، أنا أحب النجوم لأنها مضيئة وتظهر ليلاً، فهي تنير السماء وتزينها كأغنية أضيئي أضيئي نجماتي، فأسأل نفسي من أنت. تعرفونها صحيح؟ وأنا أعرف هذه الأغنية أيضاً. أصفر؟ أجل، إنه لون جميل جداً. أوه، تبدو مركبتنا الفضائية رائعة كثيراً. حسناً، أظن أن لدي فكرة جيدة. سأستعمل اللون الأحمر لأنه لون مميز. سأكتب اسمي. هلا تهجيتم اسمي معي؟ نعم. بليبي. أحسنتم، أنهيت خطتي للتزيين. أوه، هذا المثلث يمثل الجزء العلوي من المركبة، لذا سألونه. ما رأيكم أن نلونه باللون الأزرق؟ أنا أحب اللون الأزرق. في الحقيقة إن لدينا كثيراً من الطلاء الأزرق، لذلك يمكننا استعمال الطلاء الأزرق لطلاء هذا الجزء كله. واو، جميل! أظن لو أنشأناها حقيقة لكانت ستبدو جميلة جداً. إنها مركبة مميزة. حسناً، هيا بنا. الآن بداية، ما علينا فعله أولاً استعمال الأوراق الملونة بالأزرق والبرتقالي، ثم إلصاقها هنا بهذه الطريقة. سنضع عليها كثيراً من الصمغ. أجل، سنضع مزيداً أيضاً. الصمغ لاصق جيد للأوراق. لقد انتهيت. حسناً، لدي ورقتان. إذن الأولى هنا. وسأضع الثانية هنا. لدي واحدة، اثنتان من الورق الملون. ولدي أيضاً ورقتان. حسناً، لنعدها. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع من الورق الملون. الآن لنضع الصمغ على هذه الأوراق. إذن صار لدينا أربع أوراق. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع. والآن هيا لنكمل بقية الأوراق، وبعدها نعد كم ألصقنا على هذا الجانب من الأوراق الملونة. اتفقنا؟ انظروا، إنها تتفكك. أحياناً تتفكك الأشياء وعلينا أن نصلحها. حسناً، لنبدأ. ثم بعد أن نصلحها نستطيع أن نعد الأوراق الملونة كلها، لذلك لنأخذ شريطاً لاصقاً. أخيراً، الآن قد أنهينا إصلاح محرك الدفع النفاث. ها، هذا جيد. هيا، والآن دعونا نعد الأوراق الملونة جميعها. نعم، الأوراق الزرقاء والبرتقالية، اللونان المفضلان لدي. لنبدأ. هذه واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان. ثماني أوراق ملونة. أحسنتم. حسناً، ما الخطوة التالية على ورقتنا؟ الورقة التي خططنا فيها لتزيين مركبتنا التي سنسافر بها إلى الفضاء الخارجي. أرى نجوماً هنا. هل تذكرتم؟ لدينا نجوم صفراء. ونجم ثانٍ. ونجم ثالث. رائع، إنها تضيء وتلمع أيضاً تماماً كالنجوم الحقيقية. حسناً، هيا لنضع نجوماً زرقاء أيضاً على مركبتنا. هل
تستطيعون أن تفكروا في شيء ما لونه أزرق؟ قميصي، ما رأيكم في مكان كبير أزرق واسع؟ إنه المحيط. سنضع نجماً أزرق لنكمل. ما رأيكم في نجم بنفسجي؟ حسناً، أنا أحب اللون البنفسجي، إنه جميل. نعم، أخيراً يا أعزائي، سنضيف نجماً بنفسجياً. جيد. أجل، تبدو مركبتنا رائعة كثيراً. والآن، هل تذكرون أصدقائي أن علي كتابة اسمي على هذه السفينة لأنه من ضمن خطتنا؟ ولكن قبل أن أكتبه، سأطلي الجزء العلوي من المركبة الفضائية. أتذكرون ما كان اللون؟ اخترنا اللون في الخطة. صحيح، اللون الأزرق. حسناً، لنأخذ بعضاً من الألوان و لوحة مزج الألوان. أنا فنان. والآن فلنأخذ ريشة الرسم. أنا أحب الرسم جداً. حسناً، سنضع قليلاً من الطلاء الأزرق هنا لنعصره. واو! هذا الأمر ممتع جداً. الآن لنأخذ بعضاً منه وندهن هذه الجهة. ويك 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 ويك. هذا جيد. واو، انظروا، أليس هذا اللون جميلاً؟ واو. واو واو، هذا رائع. وأنتم، هل استعملتم الألوان من قبل؟ التلوين ممتع حقاً. يمكنكم التلوين بالريشة، كما تستطيعون التلوين بأصابعكم في بعض الأحيان. لن نفعل هذا الآن، ولكن هذه الطريقة في التلوين تسمى التلوين بالأصابع. سأنتهي. كيف يبدو؟ أعجبكم؟ أجل، وأنا أيضاً. حسناً، لنضع هذه جانباً. علينا أن نكون نظيفين ومنظمين. هيا بنا. والآن، أتذكرون آخر شيء علينا فعله في الخطة؟ علينا كتابة اسم أحد ما. أجل، إنه اسمي بليبي. هل تهجيناه معاً؟ B-L-I-B-P-I. بليبي، أحسنتم. ما اللون الذي اخترناه؟ نعم، اللون الأحمر. حسناً، إذن علينا أن نستعمل ريشة رسم نظيفة. أجل، وذلك لكي لا نخلط اللونين الأحمر والأزرق، وإلا فلن يكون اللون الأحمر أحمر ولا اللون الأزرق أزرق. أتعلمون ما اللون الناتج من خلط الأحمر والأزرق؟ أجل، البنفسجي. لذا سنفصل بينهما. حسناً، سأنزع هذه السدادة. وضع كثير من الألوان داخل العلبة. إذن سأضع كثيراً من الألوان. واو، هذا ممتع. لنضع مزيداً. حسناً، هذا يكفي. أجل، ولكن الآن قبل البدء بالتلوين، علينا وضع المركبة وضعاً أفقياً، لأنني أريد كتابة اسمي الذي سيكتب على الجانب. هيا، هكذا، بهذا الوضع. هذا جيد جداً، سأكتب هنا. حسناً، سأحتاج إلى الريشة لنبدأ الكتابة. أولاً، بي، سأكتبه هنا. حسناً، والآن بعد أن كتبت حرف بي، سأكتب الحرف الثاني وهو حرف L. أجل، بهذا الشكل. الحرف الثالث هو I، صحيح؟ هيا لنقرأ B-L-I. أتعلمون ما الحرف التالي؟ B. أجل، B-L-I B. حسناً، P-L-I B B. أجل، هيا لنكمل. حسناً، بقي الآن حرف واحد، B-L-I
بي بي آي بليبي. أحسنتم عملاً. أنهينا الزينة. لقد انتهينا من صنع مركبتنا الفضائية، والآن سأدخل هذه المركبة. أوه لا، أرأيتم الذي فعلته؟ يا إلهي، أنا ساذج جداً. انظروا هنا، النافذة في هذه الجهة. أجل، هذا يعني أن علينا أن نجعلها في هذا الاتجاه. هكذا، الآن صار اسمي المكتوب مقلوباً. لا بأس بذلك، سنسافر إلى الفضاء الخارجي على متني هذه المركبة الفضائية العجيبة. إنني متحمس جداً، وإن كان اسمي صار مقلوباً فهذا لا يهم. أمستعدون؟ لأنني مستعد. هيا بنا. مرحبا، أنا أحب الفضاء الخارجي. أحسنتم عملا لصنعكم هذه المركبة معي. الآن علينا ونحن في الفضاء الخارجي أن نتعرف المجموعة الشمسية ونتعلم كل شيء عنها. حسناً، هيا بنا. واو، انظروا هناك، هذه هي شمسنا، ويطلق عليها اسم الشمس. الاسم نفسه، إن شمسنا تبعث أشعتها نحو كل المجموعة الشمسية. هذه الأشعة تستغرق 8 دقائق حتى تصل إلى كوكبنا الأرض. إن هذه الشمس كبيرة جداً، ذلك أنها تتسع لمليون وثلاثمائة ألف كوكب من حجم كوكبنا الأرض. واو، هذا عدد كبير جداً. هيا ننطلق. واو، إن الفضاء الخارجي ممتع كثيراً. أوه، انظروا إلى ذاك الكوكب. ذلك الكوكب اسمه عطارد. رائع، هذا الكوكب هو كوكب صخري، وثمة كثير من الفوهات تعلو سطحه. وبما أن هذا الكوكب هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، تكون دورته الكاملة حولها سريعة جداً، فهي تعادل 88 يوماً على الأرض. عطارد كوكب مذهل. نحن قرب كوكب آخر. انظروا إلى هذا الكوكب، إنه يسمى باسم كوكب الزهرة. إنه حار جداً، الكوكب الأشد حرارة. إن الجو حار جداً هنا. هل تعلمون أصدقائي أن على سطحه كثيراً من البراكين؟ أيضاً هو كوكب مضيء جداً، فإنكم إذا نظرتم إلى السماء وأنتم على الأرض تستطيعون رؤيته حتى من غير مرصد. رائع، هيا لننطلق. هذه المركبة مذهلة. واو، هل أنتم هناك أصدقائي؟ أظن أنني أراكم. هاي، هذا الكوكب هو الأرض، الكوكب الذي نعيش فيه جميعاً. واو، إنه كوكب جميل حقاً، فيه كثير من الماء، وعلى سطحه الأشجار والجبال أيضاً. ما أروعه، إن كوكبنا الأرض له قمر واحد فقط، لنتجه إليه الآن. مرحباً أيها القمر. شكراً جزيلاً لك لأنك تنير عتمة ليلنا. كوكب آخر، أجل. هذا الكوكب يسمى كوكب المريخ. رائع، لهذا الكوكب قمران. إنه كوكب محظوظ حقا. حسناً، أرسل إليه كثير من الرجال الآليين والمركبات الجوالة. هذا عمل مذهل. نحن البشر لم نهبط على المريخ بعد، ولكن ربما نفعل قريباً. أو ربما يصير أحدكم رائد فضاء. أجل، هيا لننطلق. لقد مررت بحزام نجمي كثيف جداً. رائع، انظروا هناك، ذلك الكوكب يسمى المشتري، هو أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية. أرأيتم تلك النقطة الحمراء؟ إنها عاصفة.
واو، هي عاصفة كبيرة جداً. أتعلمون أن لكوكب المشتري 79 قمراً؟ هذا كثير جداً. وداعاً أيها المشتري. مرحباً زحل. انظروا إليه، هذا الكوكب هو كوكب زحل، رائع جداً. ماذا حوله؟ هذه تدعى حلقات زحل. واو، مؤلفة من غبار وجليد وصخور، وقد اتحدت معاً وألفت هذه الحلقات حوله. إنه كوكب جميل. إلى اللقاء يا كوكب زحل. انظروا، هذا كوكب آخر، هذا يسمى أورانوس. إنه كوكب بارد جداً، ولكن لماذا يبدو لونه أزرق؟ أجل، لأن على سطحه كثيراً من الجليد، ويعرف بأنه الكوكب الجليدي الكبير. رائع، ولديه 13 حلقة و27 قمراً. حسناً، إلى اللقاء يا أورانوس. وداعاً. أجل، لقد كان ذلك ممتعاً جداً. مذهل، انظروا إلى ذلك الكوكب. ذلك الكوكب يسمى كوكب نيبتون. إنه كوكب مظلم وعاصف وبارد جداً. هيا لنرحل من هنا. وذاك الكوكب الأخير في مجموعتنا الشمسية، انظروا إليه، إنه صغير جداً. ذلك هو بلوتو، إنه صغير إذا قيس بالكواكب الأخرى. أوه، الكوكب بارد كثيراً، إنني أحب بلوتو. إن البرد قارس في هذا المكان. ما رأيكم أن نرجع ونعد الكواكب جميعاً؟ هيا. أجل، انقلبت رأساً على عقب، ولكن انظروا إلى اسمي. أصدقائي، لقد كان أمراً ممتعاً أن نتعرف شمسنا ومجموعتنا الشمسية بصحبتكم. هاي، أظن أنه علينا عد الكواكب. حسناً، الشمس ليست كوكباً، إذن لنعد الكواكب. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. أوهو، مهلا، لحظة، 8 أم 9؟ من يعلم؟ بعض الناس يقولون بلوتو ليس كوكباً، ولكن لا أعلم، فكلها تسبح في الهواء، عفواً، بل في الفضاء. يا لسذاجتي، لا فرق، سنحفظها هكذا. حسناً، والآن هيا لنسمي الكواكب. مستعدون؟ عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نيبتون، بلوتو. رائع، أحسنتم عملاً. حسناً، إذن أصدقائي، حان الآن وقت ذهابي، ولكن ربما ستكتشفون مجموعة شمسية أخرى يوماً ما. إلى اللقاء، وداعا. عشنا أحلى الأوقات، نجني أغلى الثمرات. بليب 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 بليب، ما أثرى المعلومات، نجنيها من حلقات. بليب بليب.